عندك مناسبة وحابة ان انت تنزلي وزنك في وقت قليل وجربت كل الوصفات ومفيش ولا وصفة جايبة معاكي نتيجة، عليك بالكوباية ديت. عايزة تعرفي ان عملناها ازاي او حضرناها ازاي؟ يلا بينا نشوف الوصفة ونشوف انا حضرتها ازاي. عايزة لقاك كتير، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم بوصفة جديدة باذن الله هنعملها مع بعض. الوصفة دي باذن الله هتدوب معاك الدهون في ما فيش اقل من اسبوع، باذن الله هتلاقي النتيجة باينة عليكي وفي اقل وقت. يلا كده يا جماعة، سموا الله وعملوا لايك للفيديو. عايزة لايكات كتير يا جماعة للفيديو، واللي لسه بشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفة. الوصفة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة يا بنات هتبقى وصفة ما شاء الله عليها، بوصفة جبار كفيلة الواحدة بدون اي رجيم بدون اي ادوية بدون اي حاجة ان هي تنزل معاك الوزن في اقل وقت. الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف المقادير بتاعتنا. هتزود معاك الحرق بطريقة رهيبة جدا وهتنسف معاك الدهون باذن الله. مهما كان وزنك ان شاء الله يا جماعه باذن الله هتجيب معاكم نتيجه. محدش ييأس يا جماعه يقول انا جربت رجيمات كتير وجربت وصفات كتير ما جابتش نتيجه. ان شاء الله الوصفه بتاعتنا دي هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا، بس المهم ان انت تشوف المقادير المظبوطه بتاعتنا وتمشي عليها وتمشي وتداوم على الوصفه دي، ان شاء الله هتلاقي معاكي نتيجه من اول اسبوع. الوصفه بتاعتنا يا جماعه مقاديرها بسيطه وسهله ويعتبر موجوده في كل بيت، مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه هندور عليها ومش هنلاقيها، لا موجوده في كل مطبخ الوصفه دي. اول حاجه كده يا جماعه معايا ليمونه زي ما انتم شايفين كده. الليمونه بتاعتي بقطعها شرايح، يا اما تقطعيها قطع كده يعني تبقى عباره عن 8 قطع، يا اما تقطعيها شرايح بالشكل اللي انا هعمله قدامكم دوت، يا اما تعملها قطع مكعبات كده يا جماعه. يعني ممكن كل شريحه كده اقطعها اتنين. طبعا بنشيل البذر بقى منها، احنا كده كده مش محتاجين، كده كده هنصفيها يا جماعه. ده كده يا جماعه انا قطعتها زي ما انتم شايفين. انا سبت الجزء دي لان الليمونه كانت معايا كبيره جدا، فالمفروض انت تعملي ليمونه متوسطه تبقى كويسه قوي. الليمون ده يا جماعه يعتبر كان اول مكون معايا. تاني مكون بقى ان شاء الله ده هيبقى الكمون. طبعا ما فيش بيت خالي من الكمون او اي مطبخ خالي من الكمون. يعتبر يا جماعه كل المكونات اللي احنا هنحطها في الوصفه بتاعتنا النهارده لها سحر رهيب في حرق الدهون. اول مكون معايا ده اول مكون يا جماعه الليمون زي ما قلت لكم. تاني مكون معلقه الكمون اللي انتوا شايفينها دي، ده انا هحطها على الليمون. دي معلقه الكمون يا جماعه، ده بتبقى يعني مقدار معلقه الشاي الصغيره اللي انت بتلقمي بيها شاي، بتكون يعني ايه ممسوحه كده تمام. ده اول مكون. تاني مكون بقى معايا ده يا جماعه تاني مكون اللي هو الزنجبيل. ده تاني مكون او تالت مكون معايا الزنجبيل. لو انت عندك زنجبيل فريش ماشي يبقى كويس حطيه، عندك بودره زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ده هيبقى برده كويس ماشي. يبقى احنا كده دلوقتي يا جماعه حطينا ليمونه، الليمونه تكون متوسطه، معايا معلقه كمون بمقدار معلقه الشاي، معلقه مسحه كده معلقه الكمون. اما الزنجبيل يا جماعه بيبقى نص معلقه برده نفس معلقه الشاي بنعير به، بس بتكون نص معلقه تمام. لاخر مكون معايا يا جماعه اللي هو القرفه اللي انتم شايفينه ده، يمكن لو انتم دي ربع معلقه، ده ربع معلقه قرفه يا جماعه. لو انتم لاحظتوا في الكوبايه اللي احنا ان شاء الله حضرناها ديت او الوصفه بتاعتنا ديت هتلاقي كل المقادير بتاعتها او كل الحاجات بتاعتها سواء الكمون سواء الزنجبيل سواء القرفه، ده له سحر رهيب يا جماعه في حرق الدهون معانا. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده يا جماعه هيكون معايا كوبايه ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده، اكني بلقم شاي كشري بالظبط بس بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هدوب بالمعلقه كل المقادير ديت بالمعلقه. بعد ما عملت الوصفة يا جماعة وجهزت الكوباية كده بغطي عليها زي ما انتم شايفين كده، مش عايزة البخار بتاعها يطلع خالص. اي اعشاب او اي حاجة لازم بنغطي عليها علشان الزيوت الطيارة. هسيبها كده حوالي 10 دقايق وان شاء الله هنقوم واخدين الوصفة بتاعتنا. طيب هناخدها قبل الاكل او بعد الاكل كم مرة؟ ده كله ان شاء الله يا جماعة هقوله لكم.
يبقى كده يا جماعه الكوبايه جايزه معايا. طيب بناخد الكوبايه دي امتى؟ ده يا جماعه الكوبايه ديت بتتاخد قبل كل وجبه بنص ساعه، تمام، بيكون محضرينها ومجهزينها على اساس ان هي تقعد معايا 10 دقايق زي ما انتم شايفين كده. وقبل الاكل على طول بنص ساعه بنقوم واخدين الكوبايه ديت كل يوم. دوم على الوصفه دي ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا. قبل ما تيجي تاخديها طبعا بتكون مصفياها علشان الليمون، علشان الحاجات اللي فيها ديت. الكوبايه دي يا جماعه بقى ما انصحش اي واحده حامل او اي واحده بترضع او الناس اللي هي عندها ضغط، ما انصحهاش بالكوبايه ديت. انما لو اي حد عادي ممكن ياخد الكوبايه ديت، يعني الكوبايه دي كويسه جدا في حرق الدهون وهتنزل معاك الوزن بطريقه كويسه جدا. كل المكونات اللي فيها ديت لو انتوا لاحظتم دي يا جماعه المكونات اللي احنا بنستخدمها في كل وصفه. ليه؟ لانها ديت لها سحر رهيب فعلا في حرق الدهون. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.